يا أخي يا أخي، لقد قلت لك إن النقود موجودة عند صاحب المتجر قرب بيتك. سأرسل لك SMS فيها التفاصيل. لقد كررت له الجملة 3 مرات وما زال يسألني أين تركت النقود. وأين تركت له النقود؟ عند صاحب المتجر هناك. يجب أن أرسل له SMS. ولكن ألا تعرض النقود وصاحب المتجر بذلك للخطر؟ برهان، دائما تعمل من الحبة قبة، وكيف أعرضهم للخطر؟ أنا أحادثه بواسطة رسائل SMS وتطبيق الدردشة، وليس عبر الحمام الزاجل المابك. في بعض الأحيان قد يكون الحمام الزاجل أكثر أمنا من الرسائل القصيرة تلك. ها قد بدأنا. قل لي، ما المشكلة في ذلك؟ حسنا يا عارف، سأشرح لك. يمكن للرسائل التي تبعث عبر تطبيقات المحادثة غير الآمنة أن تعترض، كما تعترض رسائل SMS وتقرأ من أشخاص سيئي النية. وكونك تستخدم تطبيقات معروفة عالميا، هذا لا يعني أن التطبيق بالضرورة آمن أو أن مطوري التطبيق وضعوا أي أهمية لموضوع الأمن. بذلك بإمكان مزود هذه الخدمة أو أي طرف آخر أن يتنصت على الشبكة والاطلاع على مضمون الرسائل الغير محمية جيداً. وهذا يعني أن طرق الاتصال التقليدية كالمكالمات الهاتفية ورسائل SMS وحتى الكثير من تطبيقات الدردشة غير آمنة لمناقشة المواضيع السرية والخاصة. ولكن التطبيق الذي أستخدمه يقوم بالتشفير. لقد قرأت ذلك على أحد مواقع الإنترنت ووجدت أنه من الأفضل استخدامه لأنه يؤمن السرية في المحادثات. ليست كل أنواع التشفير متساوية، ولا يمكنك التأكد من كيفية عمل التطبيقات غير المفتوحة المصدر. فبعضها يستعمل إعدادات أمنية ضعيفة، وبعضها يقوم بتشفير النصوص فقط، بينما يترك الملفات التي تمت مشاركتها من دون تشفير. هناك تطبيقات تقول بأنها تستعمل التشفير، لكنها تقوم به بين الجهاز المستخدم وخوادم الشركة، بمعنى أنها تتيح للشركة المصنعة للتطبيق أن تراقب كل محادثاتك، وربما تتشاركها مع طرف ثالث أو مع جهات أمنية. بدأت أشعر بعدم الارتياح يا برهان، افحص لي التطبيق والتشفير الذي يقوم به. إن تطبيقاتك التي تستخدمها للمحادثة تشفر المعلومات بينك وبين مخدم الشركة باستخدام SSL، ولكن ذلك فقط عند استعمال الواي فاي، مما يعني أنه عند استخدام الإنترنت عن طريق شبكة اتصالات الهاتف ستكون كل محادثاتك قابلة للتنصت من طرف أي شخص يمتلك المعدات المناسبة. يا إلهي، لابد أنهم عرفوا مكان النقود. قل لي يا برهان، ما الحل؟ ما عليك سوى استعمال التطبيقات الآمنة والمفتوحة المصدر التي تشفر الرسائل من المرسل إلى المستقبل، والتي لا يستطيع أحد فك تشفير البيانات في مسارها ولا حتى الشركة المصنعة للتطبيق. التشفير من الطرف إلى الطرف يحصل على جهاز المرسل باستعمال مفاتيح تشفير معروفة فقط منك ومن جهازك، ويتم فك ذلك التشفير عند وصول البيانات إلى جهاز المرسل إليه فقط ZRTP OTR. والمفاتيح الخاصة والعامة لكل مستخدم هي بعض الكلمات الرئيسية التي تدل على استخدام التشفير من الطرف إلى الطرف. استخدم التطبيقات المفتوحة المصدر، أي التي يمكن لأي شخص أن يرى الكود وطريقة برمجة التطبيق، وهذا يمكن أي شخص ذي خبرة في البرمجة من أن يراجع الكود الأصلي للتطبيق ويتأكد من أنه يقوم فعلا بما يدعي. التطبيقات المفتوحة المصدر الآمنة موجودة للمحادثات النصية والاتصالات، ومنها للهاتف Chat Secure، Text Secure، Red Phone and OSTEL، وللكمبيوتر Jitsi، Pigeon Plus OTR. لقد قمت بتنصيب تطبيق مفتوح المصدر وقمت بإضافتك وسأقوم بمحادثتك، ولكن كيف أتأكد أنه لا أحد يتنصت علينا؟ يمكننا التأكد من هوية بعضنا عن طريق مفاتيح البصمات التي من الممكن أن تكون كوداً أو صورة.
لنفحص صور بعضنا. والآن يمكننا التحدث بأمان. الآن يمكنني إرسال كل رسائل السرية عبر هذا التطبيق. أظن أنه لا داعي لاستخدامها، فرسائلك مسموعة من الجميع بصوتك. ماذا قلت؟ لا 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 شيء. لا شيء.